السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التوعية بأمراض القلب والشرايين. طبعا هذه الحلقة سوف تتضمن عن الأشخاص الذين يجب عليهم أن لا يصوموا في شهر رمضان الفضيل. طبعا الجهاز الدورة الدموية هو من الأجهزة المهمة في جسم الإنسان كما ذكر سابقا، والأشخاص الذين يجب عليهم أن لا يصوموا هم فئة قليلة جدا في شهر رمضان الفضيل. طبعا من بين الأشخاص اللي هم يجب أن لا يصوموا هم الأشخاص اللي يكون معاهم قصور في عضلة القلب، وفي نفس الوقت يكون معاهم تجمع في السوائل بحيث أنهم يستطيعوا أن يأخذوا أدوية مدرة للبول بانتظام، بحيث أن انقطاعها لفترة طويلة مثل 12 ساعة يؤدي إلى تراكم السوائل بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تجمع هذه السوائل في جسم الإنسان وتؤدي إلى أعراض مثل ضيق في النفس وغيرها. نفس الشيء الأشخاص الذين يكون معاهم جلطات في القلب حديثة، طبعا تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع قبل شهر رمضان مثلا أو قبل الصيام عموما، يفضل أن لا يصوموا بحيث أن يجب عليهم أن يتناول هذه الأدوية بانتظام في خلال هذه 4 إلى 6 أسابيع الموجودة. طبعا معظم أدوية القلب والشرايين تتناول مرة أو مرتين في اليوم. طبعا الأشخاص الذين يجب عليهم الالتزام بعدم الصيام هم فئة قليلة جدا، هم مثل ما ذكرت سابقا الأشخاص اللي معاهم قصور في الوظائف، ارتفاع شديد في ضغط الدم، وفي نفس الوقت اللي يكون معاهم نفس الشيء اللي هو تراكم السوائل في جسم الإنسان. طبعا مجملا الحديث على أنه الإنسان الذي يكون يعاني من أمراض القلب والشرايين يجب عليه استشارة الطبيب قبل قطع أي دواء، مهم جدا، وفي نفس الوقت على أنهم قبل هذا يجب عليهم ملازمة الأدوية بانتظام وعدم انقطاعها قبل استشارة الطبيب.